اللعب في الملاعب الخماسية تحتاج إلى حجز مسبق. شنو هالملاعب؟ لا ملاعب كرة القدم الخماسية يعني يحتاج إلى حجز ملاعب مسبق. المغلقة تحتاج إلى حجز مسبق. خلي نشوف الملاعب المغلقة أو لعبة كرة قدم. خطأ، ما موجود بالاستبيان، ما موجود. الاستبيان هو الأهم عندنا. أنت سجى شو تقولي؟ طائرة، حجز طائرة، قطعة الطيران. وهي قالت بعد ليش تحكي؟ ليش تحكي؟ لا تحكي، لا مو آسف، خلاص بعد ما خليك تحكي. لا وفوقها وبنصك مثنى، شيني هاي والنوم سجى. ولا وهي جاوبت أحسن، حجز الطائرة هو حجز مسبق. الطائرة، نعم، برافو. حجز الفنادق، حجز الفنادق، فندق منام يعني فنادق. حجز الفنادق، نعم، يحتاج حجز الفنادق، مو دائما، وربما هو فعلا يعني يحتاج إلى حجز مسبق. الآن كل الحجوزات عن طريق الفنادق، عن طريق الانترنت، بس ما أجى يعني لأنه هنا معتادين يروحون على الفنادق وينزلون. خلينا نشوف الأستاذ محمد. نعم. اذكر أمرا يحتاج إلى حجز مسبق. محامي مثلا. محامي؟ قضية، نعم، قضية معينة، حجز لي محامي. خطأ. إذن ثلاث أجوبة خاطئة ونروح على القدم. ثلاث أجوبة خاطئة ونروح على القدم. عامر، اذكر أمرا يحتاج إلى حجز مسبق. قاعة مناسبات. قاعة مناسبات. قاعة مناسبات. أنس، حجز قاعة مناسبات. حجز قاعة، نفس الجواب، حجز قاعة مناسبات. ثلاثتكم حجز قاعة مناسبات. بان أنت الجواب يمش. أنا أقول تذكرة مع الملعب، إن واحد يحجز لكرة قدم أو تذكرة إلى مباريات رياضية. عادي أخذ رأيهم. ما أنت خلاص ما أقول. لا 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 لا، جواب تذكرة. خلاص تذكرة، خلاص تمام. خلاص هم ثلاثتهم قالوا على الشيء، أنت قررتي غير شيء. تذكرة. إذن مبروك لكم، 47 نقطة لعائلة الخزرجي وصفر للقدة. وخلنا نشوف الاحتمالات الباقية. رقم 6، شراء أرضي رد لحجز قرض مالي. 4، الحلاق وإجراء عملية جراحية. هذه الأشياء تحتاج إلى موعد وإلى حجز موعد مسبق ضروري، ولكن هذه هي الاحتمالات. لربما بعض الاحتمالات جاءت خطأ، هي يعني ليست بالضرورة خطأ إذا لم تكن صحيحة، ولكن هكذا جاء الاستبيان. إذن نذهب إلى الجولة الثانية والسؤال الثاني.